أهلا مشاهدينا من جديد، وهي مساحة خاصة لكل مريض بيعاني من الأزمة أو من الربو الشعبي. ويعني هي نصائح ممكن نقدمها اليوم من خلال روشيتا لتحديات هذا المرض من خلال دكتورة زينب أحمد حسين البربري في الطوارئ العامة لمستشفى التميز، وأيضا إضعاف مريض الأزمة من خلال حلقة اليوم. بالتأكيد في ناس عندهم مشاكل بتاعة أزمة وربو، وفعلا محتاجين مننا نقدم اليوم بعض النصائح. أول حاجة بنرحب بك على قناة مدرمان ونقول لك مساء الخير. السلام عليكم، كيف أخباركم؟ خلينا في البداية نتكلم عن مرض الربو أو الأزمة، يعني وتعريفه بالنسبة للمشاهد وحتى للشخص اللي بيعاني من المرض ده أو أسرة فيها نوع من أنواع الأزمة أو الربو. تفضل. تمام. مريض الربو هو مرض تحسسي، مرض مناعي، مرض متلازمة أصلا بتجي عن التحسس. عن طريق التحسس كيف؟ عن طريق النزلات تحت البرد العامة، بتكرر دائما بيحصل تحسس. التحسس بيجي عن طريق البرد الكثير، التعرض للهواء الشديد. بيحصل كيف؟ التهاب في المجرى بتاع التنفس، في الغصبة الهوائية بيحصل تورم. بعد ذاك بيحصل مخاط. بعد ذاك بيحصل نتوء فيها. بعد ذاك بيظهر لنا شكل الصفير وشكل السعال، صحيح، اللي هي بتكون حساسية أول. بعد ذاك بتبقى لنا أزمة، يعني هي أول تحسس. أول هي حساسية. أيوة. يعني أي شخص عنده حساسية إذا ما حافظ على نفسه، إذا عرض نفسه للالتهاب الدائم، ممكن في النهاية تبقى له أزمة. أيوة طبعاً. ليه؟ لأنه أساساً لما أنت ما تتعاملي مع المرض كويس وما تاخذي الدواء زي ما بقولوا تكمليه. في ناس طبعاً يعني من أول لما أخذ الدواء جرعة جرعتين وأحس إنه أنا كويسة، خلاص بوقفه. نعم. يلا الحركة دي طبعاً غلط. مفروض المريض يكمل دواه ويمشي على كلام الطبيب اللي بيقوله له، ونفس الوقت يكون مراجع طوالي، لأنه أساسا التحسس هو المشكلة. صحيح. ليه؟ لأنه المخاط لما يخلص لي كامل بالدواء كده ما في مشكلة من التحسس. لكن طبعا قلت لك الناس، المريض مثلا، في مريض بيقوم بياخد جرعة واحدة أو جرعتين خلاص بيحس إنه هو بيقى كويس، أول ما يشم العافية كيف. أيوة. بعد ذلك بيكون أصلا المرض موجود، صحيح، بطول الزمن بيبقى لي. أيوة. بيبقى لي في الجسم موجود. بعد ذاك في محفزات له بتخليه يزيد في الجو، يعني. أيوة. في الأماكن المغلقة. أيوة. ما مهيئة صحيا وما فيها. أيوة. تهوية. طيب خلينا برضو نبدأ بالعلامات، ممكن تورينا إنه فعلا ده إنسان ممكن يتعرض لربو أو لأزمة، أو في حاجات دلالات أو مؤشرات معينة. يعني مثلا أنا أكون قاعدة بحتس كثير، بهتش كثير، بتضايق من أرياح معينة، ده مؤشر لأنه أنا ممكن أتعرض لأزمة، ولا دي حاجة مختلفة؟ أيوة. يلا، الربو أساساً بيجي عن طريق البيئة طبعاً. مكتسب. مكتسب. ثاني حاجة هو متلازم. في ربو مثلاً بيجيني عن طريق الوراثة. كيف بيجيني عن طريق الوراثة؟ بيجي عن طريق الأم أو عن طريق الأبو. عن طريق الأبو كيف؟ دي جينات مثلاً، تجي عن طريق الجينات من الأبو للمقولة للطفل. مثلاً بيجيني عن محفزات ثانية، زي مثلا التدخين السلبي. مثلا الام تكون شايله بيبي حامل والابو جنبها وبيدخن، بتقوم هي بتتأثر، بتتحسس. ايوه. فبعد ذاك بيجي من طريق الام عن طريق البيبي كمان برضه بينتقل. ايوه. يلا لو مثلا تكلمنا عن طريق البيئه، مثلا المحفزات البيئيه للحاجات دي. كيف مثلا المريض بيكون اصلا هو ما عارف روحه مريض بالازمه، لكن هو متحسس من المكان. مثلا البيت، الأتربة، الغبار العام، عن طريق الشغل اللي هو شغاله، مثلا زي ناس المصانع بتاعت الأسمنتي، التشطيبات العامة، مثلا زي الناس الشغالين مزارعين برضو، القطن مثلا، الناس اللي شغالين الرعاة مثلا، برضو الحيوانات، الفرو، الفرو بتاع الحيوانات كده. دي الحاجات البيئية اللي هي بتنقل لي تحسس أول، حتى بعد ذلك بعد ذاك. أيوة. بيبقى لي أزمة، هي أصلا تحسس من البيئة أول حاجة. طيب طالما هو مكتسب من البيئة في الأغلب، يعني طالما إنه إحنا برضو اتفقنا إنه وراثي، لكن الأغلب جاي من البيئة. أيوة. ممكن يكون معدي الربو؟ يعني ممكن زول يكون عنده ربو في البيت عادي لزول تاني؟ لا، ما معدي. ما معدي. بيجي كيف؟ بيجي وراثي، لكن ما معدي. ما معدي. أي. ولا حتى التحسس. ولا حتى لما يكون في مرحلة التحسس. لا. لانه الناس بيقول لك والله الجيوب الانفيه والحساسيه احنا شلناها، يعني مثلا من اخوي في البيت عنده حساسيه، زوجي عنده حساسيه وعاداني، في مفهوم زي ده سايد.
يلا تمام. اللي بيكون عاداكي من زوجك او من اخوك او من كده، دي بدايه التحسس اللي هي البردات النزله العاديه فقط. الانفلونزا نعم. مثلا الجهد المناعي، يعني النزله العاديه بتاعت الجهد المناعي، انه مثلا انا الزول بيتحرك كثير، او مثلا زي الاطفال اللي بيلعبوا كثير ديل بياخذوا مجهود شديد، بعد ذلك بيبدا ضيق التنفس وبتجيني نزلات برد. صحيح. بيقوم بعادي اخوانه في البيت على اساس انه هي نزله عاديه، لكن في واحد منهم بيكون اصلا شايل الازمه جواه جينيا من الام او من الاب. طيب فعلا احنا يعني بنلقى انه في ازمات زي دي ممكن تصل للجنين قبل ان يولد، لكن برضه خلينا نرجع لحاجه مهمه جدا، طالما احنا عنواننا الاسعاف والتعامل مع مريض الربو، خلينا نتكلم يعني عمليا كده عن الخطوات الاسعافيه لهذا المريض. تمام. اول حاجه لازم انا ابعده من المؤثرات الخارجيه اللي هي حتجيب لي التحسس ده. يعني بزوال المؤثر حيزيل الاثر اكيد طبعا. ثاني حاجه يعني انا طبعا لو اساسا حتكلم عن انه مثلا هو زول شغال في مجال عمله، والحاجه دي جايه عن طريق العمل مثلا زي الناس قلت لك الشغالين في المصانع زي المزارعين زي كده، بنقول لهم يعني الزول الشغال في المكان ده اصلا هو احتمال كبير ما يقدر يخلي لي مكان شغله. لكن احنا بنقول له ايوه، احنا بنقول له انه كوغايه ممكن يلبس لي الكمامة. ممكن لو بيتحرك في مكان بتاع هواء يلبس لي تقيل. ممكن لو مثلا بيمشي لي مسافات بعيده يقلل لي من المسافات البعيده اللي بيمشي، يمشي شويه ويقف شويه. مفروض دائما المريض بتاع الازمه، ايوه مريض الازمه المفروض يكون تمارينه الصباحيه زي ما بيقولوا بسيطه ومحفزه للجسم، في حين انه لازم ياخذ لي دواه مضبوط. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه لازم يكون عنده الضغط المستنشق ده، لازم تفتيح، ايوه بتاع التفتيح بتاع الشعبه الهوائيه. نحن بنديه اثنين، بنديه واحد للشعبه الهوائيه، بنديه واحد هيدروكورتيزون، وده اهم علاج يعني عندنا هسه حاليا، لازم ياخذ لي هيدروكورتيزون لانه بقلل لي من الحاجه. وفي نفس الوقت هو بيكون شنو عارف روحه هو عيان بشنو. لما المريض يكون حافظ مرضه بيعرف يتصرف معاه من خلال يعني خطه بنعملها نحن، يبقى له صديق يعني بيني وبينه مثلا، بكون متناقشه معاه انه الخطه بتاعته المفروض هو يعمل كده الصباح، يمشي على الاتجاه كده، يتصرف كده، يخط الكمامه، ياخذ العلاجات حقته، بالليل لما يجي ينوم ياخذ علاجه، بعد ذاك ينوم يتعشى وجبه خفيفه كده، حسب الحاجات اللي انا بطبقها له. طبعا مريض الازمه مريض طويل الامد، يعني ما مرض هسه وحينتهي. في فرق بين لازم يقعد، ايوه نعم. لازم. طيب برضه خلينا نتكلم عن يعني المرض ده يتطور فعلا وبقى يعني من حساسيه انتقل بقى لازمه او ربو، ويعني تاثيره ايضا على امراض القلب، يعني هل ممكن ياثر ويتداخل مع امراض القلب؟ طبعا اكيد. يلا كيف؟ كل ما المريض يجيني ومتحسس وبقت ازمه فعلا، المشكله بتبدا وين؟ انه انا ما حليتها في البيت لدرجه انه هي تفاقمت وبقت كبيره، لدرجه انه جاني بيزعل، عنده صوت بتاع ازيز في صدره. ثاني حاجه بتلقيه ماسك منطقه الصدر شديد. صحيح. وغير كده بتلقي الصوت لما تحطي السماعه بتسمع الصوت بتاع الازيز شديد، صفار عديل. او مثلا ممكن انا اسمعه تلقائيا كده، صفار عديل، صوت ازيز اسمه وزيز. يلا لما انا يجيني كمثلا كمريض وانا اشوفه، لما اشوف المنظر حقه بتاع انه مثلا هو زول بتاع ازمتك او زول بتاع ازمه، من شكل المنظر انا بعرف انه الزول ده الحده بتاعت المرض بتاعته حاليه ولا انيه ولا طويله. في ناس طبعا بيكونوا المرض عندهم يعني كم يوم كده هو تعبان في البيت وما جا للمستشفى، تمام؟ لا. او ما اخذ العلاج حقه له زي كم يوم ما اخذ معاه، وما قاعد ينوم لي مثلا بالليل، قاعد يتعب الصباح برضه وما قاعد ياكل، في قحه مستمره، في قحه مستمره. لما يجيني انا بيجيني متضايق شديد، متأزم، متأزم شديد. اي في نوع منهم بنعالجه فوقيا، بنديه مثلا البخار، بنديه الفانتولين كبخاخ، بنديه فانتولين شراب، بنديه حقن كورتيزون حسب الحاله. الحالات اللي احنا بنخاف منها وانها تخش لي بتتداخل لي مع المرض القلب زي ما بيقولوا، هي الحالات المستحصية الشاذة. كيف؟ الزول ده مثلا لما يجيك بيكون السعال شديد، بيكون ما قادر يتكلم كويس. ثاني حاجة النفس تلقي نفسه متضايق شديد، بيحاول
يستقطب لي هواء شديد او يسحب لي هواء شديد بتلاحظي انه بيلهس يلا الحده بتاعت الحاجه دي بدل ما هو يدر لي هواء كثير بيقوم بيطلع لي هواء اكثر عرفتي في الحته دي نحن بنقوم المريض ده بنقوم نوديه وين بنوديه غرفه الاي سي بصراحه يعني ليه لانه اساسا المشكله اكبر من الاول يعني ما كانت ازمه بسيطه كده وخلاص راحت تجاوزت مرحله الازمه بعد ده ممكن في الاي سي يو بنعالجه وبنحاول بقدر الامكان نديه ونزعفه طيب. بعد ده ممكن نركب له الاجهزه خلينا ختاما كده نتكلم عن بيئه مناسبه لمريض الربو وبرضه ممكن تكون في وقايه عشان الواحد ما يصل المراحل اللي تكلمنا عنها دي ونودع بها المشاهدين تمام يلا اهم حاجه انه المريض لازم يكون عارف مرضه نعم وحافظه تماما وواضح خطه بينه وبين الطبيب حقه انه نعم. كيف يتعامل مع مرضه تمام لازم يكمل لي العلاج ولازم يا جماعه ما يخاف لي من الهيدروكورتيزون لانه الهيدروكورتيزون عندي المستنشق منه خفيف جدا وما فيه حده الناس بيخافوا من انه الاستنشاق بتاع الهيدروكورتيزون بيخافوا من طريقه الامتصاص بتاعته فنوع في نوع من المرضى كلهم بيقولوا يا اخي نحن خايفين من الدواء بتاع الهيدروكورتيزون لما انا استنشقه كثير بمرور الزمن هيعمل لي مضاعفات لقدام فانا بقول للمرضى كلهم انكم لازم تضع خطه مع الطبيب حقك وتمشي عليها لازم علاجك في مواعيده ثاني حاجه الحاجات المحفزه للمرض او البيئه المؤثره في الحاجه دي لازم انت تقلل من وجودك في البيئه دي ذاتها صح ثاني حاجه لازم المكان يكون نظيف ولازم يكون اكلك مثلا نظيف لازم انت ذاتك تكون متابعه تامه تمام دي اهم حاجه شكرا لك كثير دكتوره زينب احمد البربري وشكرا على هذه النصائح اللي قدمتها لنا من خلال فقره روشيتا لكل الناس اللي بتتابعنا من خلال البيت السوداني ومن خلال حقل البرتقال وتحديدا مريض الربو الشعبي او الازمه وكيف انه يتعامل مع هذا المرض اللي ممكن يبقى مزمن جدا اذا كان في اهماله